ايه خلاص طبعا دي تستخبى دي رابت راوند دي رابت راوند ولا طبعا يا جماعه ده معمول بسرعه جدا يعني دونت جادج يعني بيبقى شكله حلو بصوا بس اخرجي بقى وعيشي حياتك وترجعي بيتك تلاقي شعرك لسه لا شحر ولا شعر سحت ولا شعر بجد بس كده وشكلك حلو اكشلي شكلها حلو يعني مش هي عشان يعني بس الفكره يعني بتبقى لذيذه جدا لا حبيبتي لسه يا حبيبتي صوريها ترى تعالي في حاجه تانية كمان لو انت عامله شعرك اي تريتمنت معلش دي حاجه بره بقى الرياضه احنا كده قلنا لو انا عايزه اعمل شعري بس بعد الورك اوت انا عايزه اعمله كيرل لو انت عامله شعرك تريتمنت مفيش حاجه قاعده في البيت عايزه تخرجي هنلاقي طريقه هنخرجك مفيش مشكله طيب هنعمل ايه هقول لكم دلوقتي اكيد كلنا في الفيزز اللي قبل كده في حياتنا السابقه كان عندنا اكستنشنز كان عندنا حاجه كده لو اي حد عنده اكستنشنز ترميوش خليها فعلا هقول لك تعملي بيه ايه دلوقتي معلش يا بنتي انا بهدلت لك شعرك كنت مش هقدر اجيب حد غير بنتي عشان تستحمل مني الحاجات دي كلها طبعا شعرها شبه شعري بالظبط بصي دلوقتي انت طبعا عامله حمام كريم فهتكوني لما شعرك طبعا الحلق ده السحري الحلق السحري ده اللي بيدي الايفكت كله في الاخر فتقولي لما شعرك ملموم يعني وتقابل كانك انت مثلا احنا عاملين حمام كريم يعني اي حاجه تلمينه كده خلاص هو تقابل زي اللمه اللي هتلميها يعني اول كونسرن دلوقتي وهيبقى فوقيه طبعا بلاستيك راب يعني انا معيش اسفه قوي بلدي جدا بس ما لقيتش بلاستيك بتاع حط ده ولا ايه ممكن حضرتك كان متضايق قوي يجي لك السوبر ماركت يا مامي قلت له معلش حبيبتي معلش ضرورات احنا ما لحقناش نجيب شاور كاب عادي فهنحط ده كده اوكي ماشي وهنربطه مثلا برده بلاستيك او حاجه كانك حاطه شاور كاب ايه رايك نحط ده في لما تفرحي نحط الفيديو ده نحط في الفيديو كليب متاكد منه وبعدين هنعمل ايه؟ هناخد الهير ستانشن بتاعنا هنعمله بقى النهارده كاموفلاج متجدده يوم شعرك طويل يوم شعرك لسه يعني طولت لك القصين وارسين غيرت من نفسي كومبليتلي وممكن تحطي وتقومي حاطه عليها مثلا بس طبعا احنا فاهمين ان احنا بنشتغل بسرعه وده هيكون مظبوط عن كده ايس كاب انا فقد الساحر النهارده في المهرجان طبعا ده بيبقى مش هيبقى طبعا ان هو المفروض الشاور كاب ماسك كويس على شعرك everything oh now you are cool girl yeah اوكي صح خلاص بقت يعني انذر وتنزلي بقى وشعر ده كده بقى كمان ايه هيت عامله هيت على حمام الكريم يعمل ايفكت ولا تجيبي بقى شاور كاب ثيرمال كاب تفضلي قاعده سوري يعني مرزوعه ساعتين قدام التلفزيون مستنيه الكريم يتطبخ هو كده الطبخ لوحده ممكن تعملي اوبشن كمان حاجات كتير بقى لو عندك اكستنشن ممكن تلعبي كتير جدا في ان انت تخبي وات ايفر انت عامله تريتمنت لشعرك ونازله بيه ممكن تعمليه معرفش عندنا وقت نكمل الستايلنج ولا ممكن تعملي ال Pirate of the Caribbean inspired yeah احنا معتقدين ان هنا في شاور كاب اوكي طبعا ما فيش قصص في الكلام ده لا حضرتك هدوات الشغل What's a cool girl? Yeah, do you agree? She's a cool girl. مين يا بنات عنده بنت تينيجر؟ حد عنده بنات تينيجر؟
اكيد انتوا عارفين انا بتكلم في ايه. لما ذا يوتيوبرز everything yeah صح اوكي فده برضه is another style very very nice. وايه كمان بس اكشلي هقول لكم على قصه بمناسبه الحاجات دي. مره كنت عامله شعري حنه وبايته بيها بقى وتخمرت بقى والريحه ايه بقى في كل حته. وصحيت لقيت الميه مقطوعه وعندي شغل بس الحمد لله مش عندي كلاس يعني كان عندي شغل عادي يعني. فطبعا المفاجاه والصدمه رهيبه فهعمل ايه؟ رحت بقى فوق بقى كل الحاجات دي رحت حاطه شاور كاب وحاطه رحت حاطه الاكستنشن ولابسه ونضاره شمس ونزلت بقى الارض اتهدي معاك الناس كانوا واه شعرك حلو قوي كده بس دي حاجه جايه منين؟ مش عارفه صراحه دي وحشه قوي فعلا واساسا هي جايه من تحت بس فالبروتكتف الستايلز دي ان انت تقدري تنزلي وتبقي فري وتعملي كل اللي انت نفسك فيه وانت ستيل في نفس الوقت تاخدي بالك من شعرك يعني فعلا فعلا لايف سيف. بس عندك يبقى عندك شويه جرأه مش حضرتك ان انت تنزلي وما يهمكيش اللي هو ايه اصل الناس هتقولي كان شعرك قصير امبارح وبقى طويل النهارده اصل الناس هتقولي كان شعرك مش بيقولوا بيقولوه انت مبسوطه بشكلك عاجبك خلاص انت بدل انت حابه ده هتنقلي ده للي قدامك مش هتحتاجي ان انت تاخدي الابروفل بتاعهم عشان انت تبقي عامله حاجات انت عاجبك. وانا مبسوطه قوي اني كنت معاكم النهارده وفيروز مبسوطه قوي كمان هنفكرها الفيديو ده هتشيله في الارشيف هنطلعها لها في الاوقات المناسبه. وانا يعني لو بقى في اي اسئله ممكن لما انزل تحت لان خلاص الجاست سبيكر اللي جايه ورايا جت. وثانك يو فيري ماتش على يور اتنشن.